نسينا هون نذكر تطبيق الكاميرا اللي بيجي مع الويندوز 8. هذا التطبيق بتيح لك انك تصور من خلاله. طبعا اذا كانت الكام مشبوكة، انا عندي هون الكام مش مشبوكة حاليا، او حتى مشبوكة وانا مش عارف. اذا عندي هون الكام مشبوكة لما تلاحظوا. طبعا بدعم اذا كان عندك اكثر من ويب كام، بدعم انك تتبدل ما بينها. ايضا نسيت اذكر لكم بيكسلر، لكن هذا عفوا مش تطبيق مترو. طبعا افياري ما في داعي اشرح البرنامج، بعتقد انه اللي بيستخدم اندرويد او الاي او اس بيعرف البرنامج، حتى اللي بيستخدم ويندوز فون بيعرف البرنامج. فهو تطبيق مشهور لتحرير الصور، بامكانك تحط تأثيرات كثيرة فيه. وفي عندك ايضا فوتوشوب، لكن هون بيكون نسخة مجانية تيجي ب يعني شغلات بسيطة جدا. إذا كنت مهتم بالتسجيل، تسجيل الصوت، في عندك برنامج أوديو ريكوردر، وأيضا ريكورد فويس أندن. لكن بتميز ريكورد فويس أندن مش بس تسقط بسجل الصوت، لكن أيضا تقوم بعمل رسمات على لوح زي ملاحظات أو شيء زي هيك. يعني بيفيدك إذا بدك تعمل شرح رسومي تحط رسمات معينة، فممكن تستخدم هذا البرنامج. طبعا قلنا تطبيق الفيديو لعرض الفيديوهات، يعني هو مشغل فيديو بسيط زي شغل الموسيقى البسيط هون. عندنا برنامج تيوب سيف، تدخل أي رابط لفيديو في اليوتيوب وتقوم بتنزيله على جهازك. بالنسبة لتطبيقات الأخبار، عندك الجزيرة، الغد، طبعا الغد جريدة أردنية، أكيد راح اللي بالسعودية مثلا راح يلاقي جرايد سعودية، اللي بدولة ثانية راح يلاقي حسب الدولة اللي هو فيها بيقدر يبحث عن الجريدة. مثلا في الأردن بتوقع عندنا عمون متواجدة على الويندوز 8 والغد والرأي. أيضا في صحف دولية زي الشرق الأوسط، وعندنا مثلا مواقع رياضية زي يلا كورة، ممكن تلاقي مواقع أخرى هي، لكن أنا اخترت هذه الصحف أو هذه المواقع الإخبارية كأفضل مواقع موجودة. بالنسبة لخدمات السحابة التخزينية، في عندك سكاي درايف، طبعا جوجل درايف هذا تطبيق سطح مكتب، لكن موجود هو أصلا في تطبيق الجوجل اللي سبق وشرحت عنه. طبعا ما راح ادخل على البرنامج، لكن هو سكاي درايف زي ما هو موجود في نسخته على الويب تقريبا نفس الشيء، لكن تصميم بيختلف حتى يتلائم مع الويندوز 8. ايضا يوجد عندك بوكس ودروب بوكس، هذه التطبيقات ايضا يوجد نسخة منها على الويندوز 8، بامكانك رفع الملفات والصور والى اخره فيها بشكل مباشر. نيجي لتطبيقات السفر، في عندك فور سكوير وبوكينج، وفي تطبيق الخرائط اللي بيجي مسبقا مع الويندوز 8، وأيضا تطبيق السفر اللي بيجي مسبقا مع الويندوز 8. نيجي نشوف مثلا فور سكوير. فور سكوير مش بس يعني بيبحث عن الأماكن وبيبحث عن الأمور هاي، بإمكانك من خلاله مشاركة صور لبعض الأماكن اللي زرتها وتحديد موقعك. زي ما بتلاحظوا حدد موقعي برنامج، وهسه راح يدخل على حسابي بشكل مباشر. زي ما بتلاحظوا كأنك تدخل هون تضغط لوجين، هون بيعرض لك الأماكن القريبة. طبعا إذا كنت مسجل دخولك راح يعرض لك الصور، يعرض لك خارطة بالمكان اللي أنت فيه حاليا زي ما بتطلع. هذا بالنسبة لتطبيقات السفر. في عندنا كمان بوكينج، شوف بوكينج هذا الموقع أو هذا التطبيق تقدر من خلاله تشوف حجوزات الفنادق وتحجز في أي فندق من خلال الإنترنت في أي موقع بالعالم. شكله راح يطول حتى يفتح.
ودقيقة هي هسه اللي شفتها. طبعا كل ما كانت الرامات عندك مواصفات الجهاز أفضل، كل ما كانت تطبيقات الويندوز زي تفتح بشكل أسرع بدون أي مشاكل. والعكس صحيح، إذا كانت الرامات عندك قليلة ومواصفات الجهاز متدنية راح يفتح بشكل بطيء. زي ما بتلاحظوا بيعطيك الفندق، بيعطيك صور من داخله، بيعطيك معلومات عنه، بيعطيك تقييم. طبعا تقدر تحدد العملة، مش فقط ريال سعودي، ممكن تحدد العملة اللي بدك إياها، وتحدد المكان اللي بدك إياه، وتبحث عن المكان اللي بدك إياه مباشرة من هون. برنامج رائع بنصح باستخدامه، حتى تحدد خياراتك قبل السفر. عندنا هون تطبيق السفر تقريبا يقوم بنفس المهمة، لكن برنامج بوكينج أفضل. الخرائط بينج هاي مجرد خرائط تشبه جوجل ماب، ما في أي شيء مميز فيها. راح نتكلم عن إكس ماركس. إكس ماركس هذا برنامج يقوم بتخزين أي شيء تحفظه بالمفضلة، سواء على إنترنت إكسبلورر أو غيره من المتصفحات. يعني حتى في حال إنك غيرت المتصفح أو إنه فرمت الجهاز، راح تظل مفضلاتك محفوظة وما راح تنحذف، راح تقدر تسترجعها في أي وقت. طبعا عندنا هون تطبيق تيم فيور، هذا التطبيق معروف بأنه بإمكانك من خلاله إنك تقوم مثلا بحل مشكلة في جهاز آخر في دولة أخرى أو في مكان بعيد. يعني تقوم بالدخول إلى الأجهزة عن بعد وحل المشاكل إذا كان فيها مشاكل موجودة فيها. بوكس كريبتور هون حتى تشفر بعض الصور أو الملفات اللي عندك على الجهاز. عندك تطبيق سطح المكتب بعيد، هو زي تيم فيور لكن بالطبع تيم فيور أفضل منه. في عندنا أيضا تطبيق لاست باس. تطبيق لاست باس هو بيقوم بتخزين كلمات المرور، كلمات المرور في واليوزر نيم الموجود مثلا الفيسبوك التويتر، فهي عبارة عن محفظة لكلمات المرور، حتى وبتقدر من خلالها إنك تعين كلمة مرور مختلفة لكل حساب من حساباتك على الإنترنت. كثير هذا الحساب مفيد، بنصح بتحميله. أيضا ممكن إنك تحمله كإضافة على المتصفحات في تطبيقات سطح المكتب إذا ما بتحبش إنك تستخدمه من خلال شاشة المترو. يعني هذا كان كل شيء تقريبا. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم، وأن أعرفكم عن أهم وأبرز تطبيقات الويندوز 8، ويعني وحكى لكم وأعطاكم لمحة كيف ممكن أنكم تستخدموها وتديروها بشكل ممتاز. إذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، أتمنى يكون قد نال إعجابكم. حتى حين موعد درس جديد، أستودعكم الله بإذن الله تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.